ومعنا في الاستوديو محمد سالم ولداها المتحدث باسم فريق الشخصيات المستقله وفاعلي المجتمع المدني المشاركين في الحوار. اهلا وسهلا بك. اهلا مرحبا وسهلا. بدايه، ما ابرز مقترحات الفريق فيما يتعلق بالمجال السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. طبعا نحن لبينا دعوه المشاركه في هذا الحوار، هذا الحوار الذي اختتم نقاشه مساء امس. طبعا مشاركتنا كانت من خلال بعض المداخلات لبعض اعضاء الفريق، سواء كان ذلك في ورشه اصلاح في ورشه تعزيز دوله القانون والعداله، وفي ورشه الاصلاحات الدستوريه، وحتى في ورشه الحكامه الاقتصاديه والماليه، وكذلك في ورشه الانتخابات، موضوع الانتخابات. طبعا يعني من خلال متابعتنا ارتئينا ان نصدر هذه الوثيقه بعد ان انتهت النقاشات، لاننا لم نكن ضمن الفريق التسييري للجلسات، لا كمقررين ولا كرؤساء ولا كمسهلين، وبالتالي اخترنا ان نراقب وان نتابع وان نقيم، وذلك رغبه منا، وايضا ان نساهم في تقريب وجهات النظر، لان هذا الحوار في الحقيقه كان حوارا هاما، وكان حوارا ايضا جادا، حضرت فيه كل الاراء، وبالتالي حتى انه في مرحله من المراحل دخل في جو من السخونة السياسية، مما يدل على أن مصداقية موجودة من خلال تناول بعض المواضيع. نحن طبعا في كل ورشة من هذه الورشات أدرينا بتوصيات خلالها، فمثلا في مجال ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة طالبنا بدورة أن يكون هناك اهتمام جاد بالمجتمع المدني، وايضا ان يكون هناك اهتمام بتعزيز دور هذا المجتمع المدني في اطار تقييم السياسات العامه، كذلك ايضا اصلاح الاداره وتقريبها من المواطنين بشكل اكثر يعني بشكل ملموس. ايضا في هذا المجال دائما طالبنا بدوره أن يكون هناك نفاذ شامل لكل القوى السياسية والمدنية لوسائل الإعلام العمومية. نعم، إلى أي حد ترون أن الحوار الذي قطعته بعض القوى المعارضة يمكن أن يفضي إلى توافق وطني؟ على كل حال نحن نحترم موقف من قاطع، وكذلك نحترم موقف من شارك. نحن مجموعة من المستقلين، لسنا متخندقين في أي من الأطر السياسية، لا من الأحزاب الموالاة ولا من أحزاب المعارضة. قررنا الدخول في هذا الحوار لعلنا نساهم بشكل أو بآخر. على كل حال الرهان الآن هو على نتاج هذا الحوار. إذا كانت هذه المخرجات تلبي رغبة المشاركين، وطبعا نحن لاحظنا أن هناك مشاركات جادة، سواء كانت من المعارضة وحتى من الأغلبية، وبالتالي الرهان الآن هو على مخرجاتي أو نتائج هذا الحوار، وبالتالي لا يمكن أن نستبق الأحداث. نحن على كل حال تقدمنا بمجموعة من المقترحات كشخصيات مستقلة، وأدرينا بها في إطار الورشات، وسلمناها للجهات المعنية المكلفة بالتقرير، وننتظر يعني أن تؤخذ بعين الاعتبار لعل فيها بعض الحلول. نعم، على المستوى الدستوري تتزايد النقاشات بشأن تغيير المواد الدستورية، ما موقفكم من ذلك؟ نحن في مجال ورشة الإصلاحات الدستورية، وهذا ما كنت سأتحدث عنه، تناولنا موضوع المادة 26، واقترحنا فيها أن مثلا ما يلي، أن هناك الحق لكل موريتاني يبلغ من العمر 40 سنة أن يترشح، وبالتالي لم نتحدث في موضوع 45 إلى غاية 75، وبالتالي نحن حددنا أقصى حد ولم نتناول يعني حدا آخر. يعني أيضا في مجال آخر، أيضا في خصوص مجال نائب رئيس الجمهورية، كانت لنا وجهة نظر وهي تدعو إلى ضرورة أن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية. في مجال الرموز الوطني أيضا العلم، لنا موقف منه أن لا يتم أي تحوير على العلم الوطني الراهن، أما النشيد فيمكن أن يضاف إليه بعض الكلمات التي تكون لها شحنة وطنية. نعم، البعض تقدم بطلب التأسيس لجمهورية ثالثة، ما موقف الشخصيات المستقلة وفاعلي المجتمع المدني من ذلك؟ نحن موقفنا هو أننا تعاطينا مع الجدول الزمني الذي اتفق عليه المشاركون، وبالتالي لم نتناول موضوعا خارج هذا السياق، لا في إطار المأموريات ولا في إطار الوثائق التي عرضت بعد أن تم الاتفاق على المحاور العامة. يعني اطلعنا عليها لكننا أيضا لم ندري بدلو في إطارها، لأننا التزمنا بجدول المواضيع الذي اتفق عليه الشركاء. طبعا لم نكن مشاركين في
طحي هذا الجدول، لكن التزمنا به وكل ما أدرينا به فهو في إطاره، وما لم يكن في إطاره لا نعتبره ضمن جدول الأعمال. نعم، محمد سالم ولداها المتحدث باسم فريق الشخصيات المستقلة وفاعلي المجتمع المدني المشاركين في الحوار، شكرا جزيلا لك. شكرا.